تعتبر فترة استراحة للطلاب من الدرس والكتابة بعد سنة درسية طويلة، ولكن بالمقابل كتار من الأهالي بيستغلوا هالفترة لتقوية أطفالهم بدورات لغة أو نشاطات تانية. ومع الظروف العامة اللي عم تعيشها سوريا أدى هالشي لتغير كتير من هالتفاصيل. أكيد يا سلمى، وبتبقى اللغات والتمكن منها موضوع كتير مهم للمستقبل بالتقدم لأي عمل، فكيف ممكن يستغل الأهل الصيف لتعليم أبنائهم اللغات وحتى بالشهر الكريم؟ هذا موضوعنا لليوم مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. وللمشاركة طبعا بهي الفقرة مشاهدينا فيكم تتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة بأسفل الشاشة. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. سعد صباحك. سعد صباحك. سعد صباحكم. بالبداية خلينا نحكي بشكل عام عن السن اللي بيقدروا الأهل يبلشوا فيها مع أولادهم لحتى يقدروا يتعلموا لغات جديدة عليهم. تمام. هلا في الفترة لما ببلش الطفل يكتسب لغة لازم تكون اللغة الأساسية اللي يكتسبها هي اللغة الأم اللي بيحكوا فيها البلد واللي الأم بتخاطبه فيها. ونحن بنعرف إنه اللغة الأساسية لما بدها تتكون أول شيء نحن بيتكون عنا السمع، فالجنين هو وبطن أمه فهو بيسمع، فهي وقت بلش بتحكي معه أو بتخاطبه أكيد حتخاطبه بلغتها الأم هي كمان حسب البلد اللي هي عايشة فيه. فأنا لتتمكن هاي اللغة اللي هي لغة الأم، لغة الحوار الذاتي الداخلي، كيف أنا لما أفكر أنا وساكتة شو اللغة اللي بستخدمها، هاي اللي لازم يتقنها الطفل أول شيء. متى ما أتقنها صرت أنا مهيأ طفلي لأني أعطيه خبرات لغوية جديدة ولغات جديدة بطرق كمان متنوعة، اللي كل طفل بيتميز بملكات معينة بذكاءات معينة فيني أنا استغلها لحتى زيد الحصيلة اللغوية تبعه وزيد كل الاهتمام حتى اهتماماته وقوي ملكاته باكتساب اللغات. رندا، برأيك طفل بأي عمر يعني أنسب عمر له ليقدر يكتسب أو يتعلم لغة تانية غير لغته الأم؟ تحت 3 سنين هو الفترة اللي بتبلش لحتى يتمكن من اللغة الأساسية اللي عنده، بعدها أنا بصير بزيد اللغات الثانية وبلش بدخلها. في عندي أنا هلأ بهاي الظروف صار في عندي نوعين، أطفال عايشين بلغتهم ببلدهم وأطفال عايشين ببلاد أجنبية بلغات أجنبية تانية. فأغلب هلأ الأسئلة اللي عم تكون أنه أنا عايشة ببلد أجنبي ولغة أجنبية أو لهجة خليني أقول أجنبية بلهجته غير وما بيقدر لا يتكيف مدارس جديدة ولا أنا عم بقدر أتكيف معه بالبيت، فأنا بقول له دائما ليكتسب المصطلح أو الكلمات أو لا ياخذ فكرة عن الكلمة الجديدة اللي بده يكتسبها بيتعلمها باللغة الأجنبية بس مفهومة باللغة الأم. كيف يعني؟ يعني مثلا لما أنا بدي أعلم مفردات مثلا الغرفة اللي نحن قاعدين فيها باللغة اللي هو الأجنبية، فأنا بعلمه إياها بس بقول له استخدامها بلغة الحوار اللي أنا من هو وكان بيبي أنا بحاكي فيها. هيك لحتى بالتدريج أقدر أنا أتمكن من طفلي إنه خلص صار اشتد عوده باللغة الأجنبية وصار يقدر يتنقل بين عدة لغات. طيب حضرتك عم تحكي عن طريقة من الطرق الكتير اللي ممكن نخلي الأطفال بسنة صغيرة يبلشوا يتعلموا لغات تانية ويكتسبوا. بعض الأهالي بيتبعوا طرق مثلا الجيمز، الألعاب اللي هي بتعلم لغات. لأي درجة هاي الألعاب هي مفيدة فعلا ولأي درجة ممكن تحل محل الحوار؟ الفكرة بتكون بالتدرج وبتكون لما أنا بيبدأ طفلي أول ما ببلش يتعلم أي شيء فهو بيكتشفه بجسمه، فأنا لعلمه حتى لغة جديدة لازم كمان يتعلمها بجسمه، سواء بلغة الجسد سواء بالنفس حركي، هدول أساسيات لتعلم اللغات هو يستخدمها بجسمه، يحاول يشكلها يحاول ينط يلعب، هذا كله تعلم التفاعلي والتعلم عن طريق اللعب، هذا منشأ أساسي لتعلم أي شيء بالحياة خصوصي للأطفال. لما أنا بقى بنتقل لمرحلة أعلى فبعمر أكبر فأنا بشتغل هون على الحوار، وحتى إذا بتنتبهي أكثر درجات تمكن من اللغات الأجنبية بتكون عن طريق النشاطات مسرح دراما، هذا كله بيركز بيعزز تماما. يعني أحيانا بنشوف طفل بميل لشيء معين طبعا غير لغته الأم، بنشوف مثلا بيحب بيطلع حكيات هيك
انجليزي، فالام كيف بتنتبه هيك على هيك اشياء، وكيف لازم انه اذا انتبهت انه لازم تطورها، يعني تعمل له دورات وتقويه وهيك؟ انا بعتبر اللغه مهاره مثلها مثل الموسيقى مثل الرسم، وهذا بيكون جزء كبير منه متوارث. اذا بتلاقي حتى الام والاب عندهم ملكات حواريه ولغات بيتقنوها اكثر من لغه، فهذا بينتقل للطفل. امتى انا ابني بالوراثه بقدر اعزز هذا الشيء؟ لما تبعنا الخطوات الاساسيه بتعليمه اللغات والتنقل فيها اللي حكينا فيها ببدايه حديثنا. اما لما بيكون انا مثلا، اغلب الامهات تجي بتقول لي انا ابني انا بحكي اربع لغات وابوه بيحكي خمس لغات، بس ابني له صار اربع سنين وما بيحكي، فانا هون فورا بعرف انه الخطا الاساسي منه. انه هي عم تعطيه المفهوم بكذا لغه، فهو ما تشكل عنده شيء المفهوم، يعني ضاع تمام. يعني مثلا انا بعطيه السياره بقول له هي سياره وهي كار وهي فواتير، فانا بعطيها بكذا لغه، فهو خلص ما عاد تزبط معه انه هي اعطوني اسمها الاساسي تمام. فانا بنتقل بالتدريج وخطوه خطوه لحتى فهمه انه كل هالكلمات معناها هو هالشيء الواحد. من هون انا بقدر استفاد من الوراثة اللي اكتسبها أخذها من أهله، وبقدر أعزز له اللغات الثانية. أما بالعكس أنا بعمل كتير شرخ كبير لما بدي أعطيه كم لغات هائل بدون ما أكون ضبط له المفاهيم أساساً بالبناء المعرفي عنده. طيب باعتبار مثل ما قلتي أنه يمكن التنوع الزائد أيضاً ممكن يأثر سلباً، شو العوامل الثانية اللي ممكن تعيق تعلم الأطفال واكتسابهم مهارة أنه يتعلموا لغات ثانية غير لغتهم الأم؟ الطريقة التقليدية بالتعليم. هلأ في نحن في عنا طرق مثل اللعب، مثل الحوار، مثل أنا أعطي موضوع هو يروح يكتشف ويجيب لي معلومات عنه، يستبدل كلمات، أعطي كلمة واحدة وقل له يعطيني عليها كذا مرادف. هذا كله إيجابي وبيعزز اللغة، بس عكس هذا الشيء هو اللي بيأخر عملية اكتساب اللغة والضغط المعلومات اللي ما بيكون منظم ومرتب، كمان هذا بيخلي الموضوع يتأخر شوي. وفي الشيء الأساسي بالموضوع القدرات العقلية، لما أنا بيجي طفلي أساساً هو ما له عنده هالملكات ولا عنده هالقدرة أو مستوى الذكاء المناسب ليتعلم، فأنا ما بضغطه، بالعكس بروح بدور على مهارة تانية بعززها، مو ضروري تكون باللغة، ولو أنه اللغة هي كتير شرط أساسي ببناء مستقبلنا كلنا. يعني أكيد أكيد رندا، لأنه بيقولوا أنه لغة تانية فهو إنسان تاني تمام. الطفل برأيك قديش، يعني قديش الأهل لهم تأثير عليه أكثر من الدورات اللي هن مثلا بيفوتوا عليها ليتعلم لغة تانية؟ قديش الأهل هن التأثير الأكبر لهم في تعلم الطفل اللغة؟ وأحيانا منشوف أطفال ما بتميل لها القصة، كيف في الأهل أنه يقدروا يتعاملوا معه يحببوه بهيك قصة؟ أعطيكي مثال، في أحد الأهالي كيف بيستخدم الثواب والعقاب مع ابنه، أنه أنا إذا عملت شيء منيح فأنا مثلا حخليك تحضر تي في نص ساعة زيادة، إذا عملت شيء مو منيح حأعطيك درس الإنجليش تكتبه ثلاث مرات. فأنه كتير زرعت مفهوم غلط مع ابنه أنه الدراسة هي عقوبة، تمام، صار الدرس هو عقوبة، واللغة ارتبطت كيف ما يكون هو ما عنده هاي المهارة وما عنده هاي الملكة وبتعطيه إحباط، فهون بيكتئب. تماما، ومعلمته اكتئبت بالاخير. ففي فكره انه لا، هذا الموضوع يكون شيء روتيني وهذا الطبيعي لمستقبله، هذا الشيء الاساسي لمستقبله. تعال لانك انت اليوم كنت كثير منيح، اقرا انا وياك ستوري مثلا لمده دقيقتين، ما اعطي كمان وقت اضغطه كبير، بالتدريج بعدين بصير انا انه يصير هذا الشيء الطبيعي له، مو لانه عقوبه. رندا كمان معنا مثل ما نوهنا ببدايه الحلقه، اي حدا بيحب يشارك ومعنا اتصال. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، تفضلي. فيني لو سمحتي اسال دكتور السؤال؟ تفضلي. صباح الخير دكتوره. صباح الخير، رمضان مبارك. رمضان كريم عليكي. الله يسلمك. لو سمحتي بدي اسال بس شو الطريقه الاسهل انه تعلم الاطفال اكثر، وخصوصا بالوضع الاقتصادي هلا اللي عم نمرق فيه؟ اي قصدها انه يمكن المدام ايوه عم اسمعك.
انه بوضع الاقتصادي اللي عم تمرق فيه سوريا في دورات مختلفه يعني كيف مثلا انه فيهم الاهالي يوفروا عليهم في حال حابين يخضعوا ابنهم لهيدي الدورات؟ رح اعطيكي طريقه كثير بسيطه حسب عمر، انا ما عرفت شو الاعمار اللي عم تحكي عنها، رح اعطيكي بالتدريج للاعمار كلها. من ما مثل ما حكينا انه حاسه السمع هي اكثر شيء بتكون بتنشط على بكير، فانا بشتغل على التمييز السمعي وبشتغل على الادراك السمعي، فانا ممكن كثير اثناء ما من كان هو وبيبي ممكن كثير سمعوا اغاني باللغه اللي انا بدي يتعلمها او يكتسبها، ممكن احكي له قصص، ممكن اشغله مثلا برنامج تلفزيون يكون بسيط باللغه معينه، هذا كثير بيغني حاسه السمع وبيغني المفردات وهو بيصير بيتعلم بطريقه تلقائيه. ممكن كثير انا اعطيه ورقه وقلم واقول له ارسم لي المصطلح، اذا كان عمر اكبر هو خلص لغته الام متمكنه حسب المفردات اللي انا بدي حفظه اياها، كل يوم يرسم لي رسمه ويكتب لي اسمها وبعلق له اياها، فهذا حتى انا بشتغل على تعزيز ثقته وبعمل روابط لطيفه بين اللغه والتعليم بشكل عام والتطور اللغوي عنده. اكيد. رندا، باعتبار حضرتك اخصائيه اجتماعيه وبتتواجدي بمدارس، خلينا نحكي شوي بعيدا عن الاهل كمان، الدور التعليمي للمدرسه قد ايه عم تشوفي يمكن طرق التعليم لازم شويه تطوير، يمكن نكون تفاعليه اكثر لحتى نقدر نوصل بتعلم الاطفال بطريقه جيده تعلق معهم المعلومه ما تكون للدراسه للفحص وبس يعني؟ تمام. هلا بنشكر الله، هلا كل الاتجاه عم بيكون بالتعليم تفاعلي وعن طريق اللعب واستخدام الذكاءات المتعدده، هذا عم بيكون سواء كان عن درايه ودراسه او شكل روتيني، صار ثقافه المدارس والروضات هو بياخذ هذا الاتجاه. ما بننكر انه في دائما في تفاوت وفي فروق، بس الشكل العام هيك عم بيكون عن طريق حتى مثل ما حكينا الدراما الرسم. كثير المدرس بيلعب دور ببناء العلاقه مع الطفل والطالب قبل ما يبنيها مع اللغه، فنحن بنعرف كلنا لهلا انه انا بحب هاي الماده لانه استاذي كان كثير مميز فيها او كان يحببني فيها، وفي مواد ابدا ما بقدر بعد حتى خلصنا دراستنا ونحن استعدنا في مواد ما بنقدر ابدا ما بنحبها لانه في رابط من طفولتنا مع مدرس معين، فهي بناء الالفه اللي بتنشا عن طريق لعبه معينه، مسابقه معينه، نشاط معين، حتى انا بعطي بحفز بالبيت الاهل انه يتعلموا ويعلموا اولادهم، انه انا اللي بيروح على البيت وبيسال مثلا ماما هذا السؤال اللي انا اليوم علمتكم اياه وبجيب لي الجواب تشيك عليه انه جاوبت ولا لا، هذا انا في له نقطه مثلا عندي او بونس معين، فرحله يرتبط اكثر مع اهله، فهذا حيكون كله تفاعلي وحيكونوا الكل عائله واحده، بيت ومدرسه والطفل ورفقاته كمان، وهذا بيستمر حتى بالاعمار يعني للاعمار الاعدادي الثانوي، هذا كثير بيعطي منتج ايجابي. تمام. رندا، يعني عم نشوفها احيانا مثل ما هلا ذكرتي الاهل والمدرسه هنن لهم نفس الدور ويمكن يعني دورهم متساوي، قديش لازم يكون في تنسيق بين الاهل والمدرسه في حال كان الطفل مميز؟ يعني احيانا بنلاقي اطفال مميزين فعلا يعني بطريقه الالقاء بلفظ الكلمه، حتى في شغف لانه يتعلموا هذا اللغه، قديش لازم يكون في دور بين الاهل والمدرسه لتنميه هذا الابداع ليصبح شيء مميز جدا؟ تمام. هلا الفكره هون لازم يكون مثل ما حكينا العلاقه بين الام والمدرسه، فكثير احيانا بتكون الام غافله عن هذا الموضوع لانه الطفل بيشارك مع رفقاته اكثر وبتظهر ميزاته اكثر بالصف، فهذا بيخلي المعلمه هي تتواصل مع 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 اهل الطفل وتقول لهم انه ابنكم مميز بهيك، مو شرط بس باللغه، ممكن كمان بمواد ثانيه، رسم، موسيقى، اي شيء. ف
فبهي اللحظة بهذا الشيء لما بصير في تواصل مع البيت، الأم بتصير بقى بتنتبه وبتهتم بهذا الموضوع وبتحاول تسعى، بما أنه نحن هلأ الدنيا صيف والكل بيحب يستغل هاي الفترة، أنه تستغل هذا الشيء لتطوره أكثر، نسجله دورات تمام أو يعني تعمل له أي نشاط، لأن في حسب قد إيه إمكانياتهم المادية، قد إيه أحيانا بتقول لك أنا ما عندي وقت آخذه وجيبه، ما فيني أكرس له هذا الوقت. هذا اللي كان إجا اتصال بسببه أنه الأوضاع المادية أحيانا سلمى يعني في كلفة، في تكلفة على الأهل أنهم يحطوا أولادهم بدورات. هلأ ممكن تعطي الأم شوي من وقتها، ولكن لا طريقة لا تقدر أنه تتجاوز هيدي التكلفة. أنه هلأ للأسف عم بيكون الظروف العامة ما عم تقدر كأم أو كأب أنه يكرسوا كل وقتهم لابنهم، فعم بيكون أنه بدل ما هي تشتغل بشغلة واحدة فهي عندها شغلتين، فهذا عم بيخلي حتى الوقت اللي فترة بعد الظهر اللي تكرسها للطفل فهي عم بتكون حتى كمان لشغل إضافي. بس الشيء الإيجابي بهذا الموضوع هي بتكون دائرة كلها، أنه بنفس الوقت هي عم تعطي بهذا الشغل الإضافي إلها، عم تعطي فرصة لابنها أنه تحطه بمكان مع أطفال من عمره أو مع شباب من عمره أو مع مجموعات تطوعية. بالنسبة للأعمار الكبيرة كتير مفيدة تحطه بعمل تطوعي، بيكتسبوا كتير خبرات، بيتبادلوا خبرات الشباب مع بعضهم، سواء لغوية سواء اجتماعية، طول ما أنا مختارة البيئة المناسبة ومتابعة ابني عن بعد بطريقة لطيفة وبمحبة وصداقة. أكيد يعني رندا كتير معلومات ونصائح اليوم، إن شاء الله يكون كل مشاهدينا يلي عم بيتابعونا واللي مهتمين بهي التفاصيل يكونوا قدروا ياخذوا إجابات من حضرتك. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. أكيد بنتشكر وجودك معنا، ورمضان كريم، وإن شاء الله هيك مواضيع تانية حتكوني معنا فيها. شكرا إن شاء الله. شكرا لكم.